اوكي، المحاضرة هاي 13 اللي هي الجزء الاخير من اللابراتوري بروسيجر فور كروم كوبالت. سويناها جزئين لانه البروسيجر مال الفريم ورك، هاو تو فابريكيت فريم ورك انتو ا ميتال. الحقيقه مثل ما قلنا تعرفون بها 7 ستيبس. سوينا كفر للستيب الاولى اللي هي الواكس اب، بعدين سوينا الستيب الثانيه اللي هي دوبليكيشن اند ريفراكتوري كاست، هاو وي جيت اور ريفراكتوري كاست. و سوينا بالمحاضره ايضا الواكسنج ستيب. ناو نيجي على الفورث ستيب اللي هي الانفستنج، بعدين وراها البيرن اوت والكاستنج والفينشنج. Now what do we mean by investing, or what is investing step? Investing is done by placing the wax pattern. هذا عندنا wax pattern اللي هو سويناه على refractory cast. طبعا هسه من نستخدم مصطلحات refractory cast تعرفون راسا، تعرفون هذا شلون حصلناه. حصلناه من لانه خلينا الفاينل كاست الاصلي بالرينج وبالاجار اجار وصبيناه بالماده الانفستمنت هذه، طلعنا الريفراكتري كاست اللي هو دوبليكيشن من الفاينل كاست، بس الفرق انه يتحمل هاي تمبرتشر لانه راح نصبه. anyway فهذا الريفراكتري كاست اللي سوينا عليه الواكسنج، وي ونت تو سبرويت، هذه هي عمليه الانفستنج، نخلي له ريزرفوار، نخلي له سبرود مثل فقرات اللي هي بالتيجان الجسور. ايضا اذا وصلت فقره الانفستنج والسبروينج از ذا سيم ثينج. سو عندنا تجي ريدي ميد بلاستيك فورم، هذا نسميه الريزرفوار. شنو فائده الانفستنج والسبروينج؟ يعني نخلي سبرو سبرو فورمر، هذا يسموه سبرو، هذا نسميه سبرو فورمر او ريزرفوار. الفائده مالته تو بروفايد ان انترنس اور شانلز to the mold space and to serve as reservoir for the metal during casting procedure. يعني هذه السبرو راح تكون مثل المجرى الى المعدن اللي راح يذوب المعدن ويدخل من خلال الريزرفوار على مود fill the shape of the casting. هذا بعدين طبعا راح نشوف انه نسوي burn out. المهم هاي اول شيء خطوه السبرو طبعا، وايضا to allow the gases to escape out of the mold cavity to avoid porosity of the framework. هذا اللي هنا من المعدن موعه ونصبه راح تطلع منه رزيدي وغازز، فهاي الغازز ايضا تعتبر مثل الانلت ومن خلال المجرى مال السبرو تطلع. فاذا هاي هي عمليه السبروينج والواكسنج اللي السبروينج اللي نخليه على الواكس. ممكن تكون different design. The design of Supro, هذا Supro, should be made in such a way انه نتأكد بعد ال burn out كل المتل اللي موع اثناء عملية الصب راح يوصل الى الديزاين مال الفريم. فاذا اكو different design، اكو مثل ما يقولون انترو posterior palatal bar design، هذا انترو posterior palatal bar design. هذا نشوف هنا الريزرفوار ونخلي كل ما نريد نتجه المسافه تكون بعيده والمنطقه اللي نريد نصبها تكون بيج، كل ما يكون السبرو وايدر. اكو ديفرنت جيج سبرو. So it is designed in such a way that انه المعدن اللي melting wax we make sure انه it reaches up to all the design. Otherwise اذا صار shortage وما وصل المولتن واكس او المولتن واكس ما كان ان بروبر تمبرشر، معناته الشغل كله لازم ينعاد. هنا أنا مثلا ديزاين فور ذا بلتال ستراب، هذا بلتال ستراب هي ات لوكس ذا سيم، لكن واحد اذا يدقق بها وياخذ صوره فروم ديفرنت فيو يشوفها هي مو از نوت اكزاكتلي ذا سيم، لكن الايديا انه انت تسوي ديزاين وانت مطمئن انه it will reach all parts of the frame of the design of the frame. هذا مثلا للبلاتر بليد، احنا هذا عندنا ماكسيلري ميجر كونكتر
The three main type uses anterior posterior palatal bar, palatal plate, والبلاتال ستار. اوكي وراها هاي عمليه الانفستنج تكمل، نجيب هذا ورا ما خلينا السكرو فورمر والسكرو، نجيب رينج وي بليس ذا كاست وذ ذا سكرو اند سكرو فورمر ان ذا رينج، بعدين نصبه بماده الانفستمنت هذه اللي هي راح تدخل بالفرن. هسه هذا كله صار داخل هذا الانفستمنت ماتيريال ايضا اللي هو راح يتحمل حراره عاليه، هذا هو الانفستمنت ماتيريال واللي احنا دخل به هذا الواكس كاست والسكرو هذا سكرو فورمر صار انسايد هذا الانفستمنت. نيجي هسه خلصنا الانفستنج راح نوصل الى مرحله البيرن اوت. شو نريد نسوي بالبيرن اوت؟ هذا الواكس باترن هو والسكروز اللي صار داخل الرينج وي ونت تو بيرن ات اوت، نشعلها نبخرها، فراح لازم نقلب هذا الكاست بالفرن نسوي له بري هيتنج، نسويه ابسايد داون ونشعل الحراره عليه حتى هذا الشمع كله والبرن اوت الشمع راح يذوب، راح يبقى عندي هنا سبيس فراغ، هذا الفراغ بالسنترفيوج ماشين راح يدخل المتل منه وياخذ الشيب مال الفريم ورك اللي صارت. ليش؟ لانه كل الشمع احترق بعد هنا فراغ. فاذا الاول شيء الانفستمنت، هذا الانفستمنت should be soaked in water for a few minutes دقائق محدودة before we place it in the burnout furnace. المولد قلنا should be placed with the hole down حتى شكو residue ما الشمع تطلع، مو يقعد على القاعدة مالته والشمع اللي ما يعمى يطلع، فنحطه upside down حتى بال pull of the gravity الشمع الذائب يطلع برا. البرن اوت المفروض يبدي بهاي، طبعا تتذكروها الافران اخذتوها العام درس الاجهزه الطبيه وايضا كونتوا فكره عن طبيعه عملها. فنبدي with cold oven بعدين we raise the temperature according to manufacturer's instruction توصل الى 1800 او 2000 وبعدين تبقى فتره محدده الى ان بعدين نطلعها برا نتاكد انه البرن اوت procedure is complete. شنو الـ purpose of the burnout؟ أولا it derives of moisture اللي موجودة بالموض، شكو رطوبة موجودة بس لأنه بسبب الصبغة وبقايا water من نخليله بالفرن هذا راح يصير dry. It vaporizes and thus eliminate the pattern leaving the cavity of the mold empty. طبعا درجة الحرارة العالية راح يموت الشمع كله ويطلع خارج المولد، فهذا راح يبقى قلنا فراغ اللي هو الديزاين الاصل الديزاين مال الواكس اب مال الفرش. It expand the mold to compensate for contraction of metal ampoule. طبعا هذا بالحراره العاليه راح يتمدد شويه، فمن يدخل المعدن ورا ما يبرد يصير به شرنكج، فالاكسبانشن تمدد مال المولد راح يعادل التقلص مال المعدن، ولذلك يبقى الديزاين مال البارشل انشينج. اذا هاي هي عمليه البيرن اوت. ورا عمليه البيرن اوت تجي هسه ناخذ عمليه الكاستنج، يعني عمليه الصب اللي نموع بها المعدن اللي دا نستخدمه سواء كان كروم كوبالت او تيتانيوم او اني اذر ميتال وي يوز in order to melt it and cast it. طبعا هنا نتذكرون ايضا العام اخذنا الكاستنج ماشين اللي هي الكونفنشنال سنترفيوج كاستنج ماشين او هي الالكتريكال كاستنج ماشين او هو الاندكشن ماشين. نفس عمليه الكاستنج بالكراون اند بريدج، هذا هو الرينج اللي به المولد بعد ان ذوبنا الشمع، هذا هو الكروسبل هنا نخلي المتل واسطة الفليم
راح نسلط الفليم، هاي في حالة الكونفنشنال، نسلط الفليم إلى أن يموع المعدن، ننزل هنا الهولدر أوف ذا ويت، فمن ننزل هذا الثقل راح يفتر بسرعة عالية، والمعدن المذاب راح يدخل من خلال الفتحة اللي هي بقايا الفور. هاي نفس الشغل بنفس المبدأ، شوف هذا الكويل، هذا الهيتنج كويل من بدال الفليم. فإذا ها هي عملية الكاستنج اللي نموع بها المعدن وناخذ بها ندخل المعدن المذاب إلى السايد لاين. بعدين افتر كاستنج البروسيجر از فينيش، الكروم كوبالت الوي ار يوجوالي الاود تو كول اون ذا مولد. افتر ذات من ورا ما يبرد نجي نفصل هذا المولد. طبعا انت تذكرون هنا أنا شنو كان نصبنا نفس الهيئة هاي اللي نشوفها كانت من واكس، هذا الرزوار وهذه هي السبروات وهذا كان كله made from واكس، من سوينا لها burn out صار فراغ. شنو اجى بالفراغ؟ اجى هذا المعدن اللي موعنا نصبنا، فرجع نفس التشكيلة نفس الديزاين but made of metal. اوكي هنا قلنا الامبورتنس اوف ذا ديزاين اوف ذا سكرو، شوف شلون هنا خليناه السكرو تو ميك شور انه المولتن ميتال يوصل للاول بارت اوف ذا ديزاين. ممكن واحده الديزاينات ايضا تخلي فد سكرو اخر هنا، اوكي بس هذا بالسنترفيوج القوي المولتن واكس راح يصل الى الاول بارت اوف ذا ديزاين. اي ديفكت بالديزاين of the supro or the former or بالtemperature of the metal ما راح تخلي المتال يوصل الى كل الديزاين، راح يصير عندنا شورتج بالمتال وبعد ما عندنا اي اوليات لازم نرجع من جدة وجديد على الفاينل كاست نسوي بيه ريفراكتوري كاست، وعلى ريفراكتوري كاست لازم نسوي ديزاين وعلى الديزاين نسوي له انفستينج وهكذا تنعاد عملية الصب. حقيقة عملية الصب هي عملية تعتمد mainly on the design of the frame how you design your screw. يجي هنا بقعنا من هاي السبن ستيبس، بقعنا الستيب الأخيرة اللي هي finishing and polishing. كلها غطيناها واكسب، هاي لازم واحد يحفظها بالتسلسل، هذه الخطوات لازم تصير بالتسلسل، نبدأ بالواكسب وأنواعها، بعدين نسوي duplication of the preparation of the refractory cast، بعدين نسوي الواكس ديزاين مال البارشل دنشر according للرسم اللي سويناه، بعدين نسوي الانفستنج اللي أخذناها اليوم، ورا الانفستنج راح يجي البيرن اوت، ورا البرن اوت راح يجي الكاستنج، وبعدين راح تجي الفاينل ستيب اللي هي فينيشنج اند بولشنج. طبعا الفينيشنج اند بولشنج ايضا بروسيجر نستخدم بيها الديسك، نستخدم بيها البيرز، نستخدم بيها الكتر. اول ما نبدي انه وش القط البقايا مال الصب، هذا هو اللي من هنا تبدي نقطعها بالميتال ديسك، هذا نقطع السكرو فورما، نقطع الرزوار. طبعا هذه في بعض المختبرات او الحالات ممكن يعاد صبها مرة ثانية، بس هي ايديالي صار بها تشينج بالفيزيكال بروبرتيز مالتها، يعني تعرضت للحرارة. عادة بالمختبرات شو يسوون؟ يضيفوا لها معدن جديد ويخبطوه يا بقايا هذا المعدن يعني للاختصار. فنبدي نفنش بالفينشنج. مثلا هنا نشوف هذا الدنشر بيز، هذا المش تايب دنشر بيز وذ سمول بير، نتاكد من انه انفتحت كلها لانه هنا راح يصير عندنا التنشن اوف اكريليك اللي دنشر بيز اكريليك ولا اسنان. فتتم عمليه الفينشنج تكون كلش دقيقه. نشوف هنا دا يسوي فنش للجايدنج بلين، هذا للجايدنج بلين دا نفنش، نانا نفنش هذا الانسايد اللي يبغد هذا لينجو اوف بليت، نانا نوبات تصير بابلز تصير نوديولز، كلها هذه لازم سموثلي فينيشت، بس مو بالطريقه اللي انا نسوي دامج للمتل.
الانسايد اوف ذا كلاس وفينش ات. فهي نبدي بالربر وبالستون، بعدين الى ان طبعا راح ناخذها مره ثانيه، تاخذون انتو كروم روبوت بارشل نتشر بصف الثالث، شويه ناخذ الفينشنج ان مور ديتيل الى ان نصل الى هذا الفاينل ديزاين. هذا وين قعد الكروم روبوت؟ قعد على الماستر كاست، على الماستر كاست الاصلي، مو على الريفراكتوري كاست. رجعنا للماستر كاست الاصلي اللي الطبيب ورا ما سوى بريبريشن للوجل ريست، واخذ طبعه ودزل المختبر، هو هذا، وعلى هالكاست سوينا الدوبليكيشن. يرجع الكاست على الماستر كاست الاصلي، على الكاستنج ميثود. من هالنقطه وي ويل سند هذا البارشل دنتشر تو ذا دنتست، دزل الطبيب حتى يسوي ميتال فريم تشيك ان ذا بيشنت ماوث، يشيك المعدن. وراها طبعا بعد ناخذ الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك، هاي الطرق اللي اخذناها اذا كان ممكن يصير هان ارتكليشن، ونبدي نسوي مونتنج وسيتنج للتيث. واذا وي هاف تو كونستراكت ا بايترم لانه فريند وما عندنا انف تيث تو ارتكليت، نستخدم الفريم ورك بايترم، وناخذ ونسجل جوريليشن ريكورد فور ذا بيشنت بيفور وي سيت ذا تيث. لازم هنا أنا شوية ولو يعني ممكن هم نعيد عليكم الصف الثالث، بس هو ككونتينيويشن للأور انفورميشن. طبعا صارت أدفانس، صار أكو التقدم بالصب البارشل دنتشر اللي يسميه على الكات كام، الكات كام اللي هي كمبيوتر ايدد ديزاين، كمبيوتر ايدد ماشين ماشينري. يعني هاي الطريقة القديمة انه ناخذ امبريشن من ذا بيشنت ماوث، وبعدين تعرفون نبدي بالسيرفينج، وورا السيرفينج نسوي هاي العملية مال الواكسينج ومال الانفستينج، والى ان ينتهي البارشل دنتشر عن طريق الهاند واكس اب والصب اللي مال عنوان هاي المحاضرة اليوم. اكو طريقة احدث، نفس الامبريشن الفيزيكال امبريشن اللي اخذناه، نسوي له ديجيتال سكانينج، نسوي له سكان ويدخل على الكمبيوتر، وعلى الكمبيوتر راح نرسم ديزاين على الكمبيوتر، والمعدن ينصب عن طريق 3D printing، ينصب المعدن. او طريقه اخرى بدون ان ناخذ يعني نسوي سكان للكاس، ناخذ انترا اورال ديجيتال سكان، هو من بدال القالب ناخذ انترا اورال سكان بحلق المريض، ويصير ديجيتال ديزاين بالكمبيوتر، وايضا ينصب القالب. يعني شنقفر يعني هنا نشوف هنا بالكمبيوتر رسم الديزاين، كانما هنا احنا وي ار لوكينج، كانما سوينا الواكس، هذا كانما تجاوزنا مرحله الواكس، ماكو داعي تجيب ريدي ميد واكس والتكنيشن هو يسوي الديزاين، بس لازم يشغل جهاز ايضا should be run by technician after شوف هذا الديزاين كله بالكمبيوتر. then we give order للمشين، الى الماكينه اللي تنحت، شوف نحتاج لنا هذا الفريم ورك، هذا يقابل الشمع مال الشمع، فراسا نزلناه بالرينج او يسويه من اكريليك، وهو هذا يا اما مقعد على كاست يا اما ينزل مباشره للرينج ويحترق ايضا بيرن اوت، ويتحول الى معدن، ويتم عمليه الفينشينج والبولشينج مال المعدن. اذا طريقه الكات كام اللي هي كمبيوتر ايدد ديزاين، يعني التصميم بواسطه الكمبيوتر، والكام كمبيوتر ايدد ماشينري، يعني النحت والتصنيع بواسطه الكمبيوتر، راح تطلع لنا الفريم، تستصر لنا الوقت، وتعطينا دقة بالعمل، راح تسوي لنا الفريم، ونتجاوز مرحلة الانفستينج، وهذه كلها نتجاوز، نحتاج الانفستينج، ونحتاج البيرن اوت، بس شغلة الديزاين هذا انه التكنيشن كله يسويه يدوي، راح يصير بواسطة الكات كام تكنولوجي. اوكي، ذيس از ذا
end of the lecture.